من 76 هاي كانت الخطوة الأولى يعني. الخطوة الأولى وبدأت عاد بعدين بالسعودية يعني يمكن يمكن بالملز بعدين تغيرت وصارت ملاعب مميزة الحين الجوهرة وما الجوهرة الشيء الجميل اللي قاعد نشوفه بالإمارات نفس الشيء بعمان نفس الشيء بالعراق الحين أنت تتكلم عن ثلاث ملاعب من أروع الملاعب اللي موجودة هذه عندنا أكثر من أربع يعني لا أتكلم من الملاعب اللي لها حجم يعني تأخذ 40-45 ألف يمكن أكثر اللي مع البصرة يمكن 65 ألف يا أخي فأنت شوف العمل اللي قاعد يصير يوم كان إنه فكرت إنه بيسوون دورة الخليج 23 اللي كانت في 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 البصرة. في البصرة نعمل ذاك الملعب صح. الجميل صح ولا لا صح. هذه كلها من بوادر دورات الخليج الان حتى يمكن ان شاء الله راح تكون 25 ان شاء الله في في في, في البصرة. البصرة الشغل راح يصير البنية التحتية تغير هذا كله لصالح الشعب كله داخل يعني هذا كلها مردود دورات الخليج يعني فيها مردود دورات الخليج وطبعا احنا يعني تنافسنا والشريف اللي موجود هذا اللي وصلنا يعني الى اسيا ومشاركاتنا فيها اليوم نشوف منتخب قطر اللي اخذ بطوله اسيا لعب من مع افضل المنتخبات اللي موجوده هاي كلها ترى ما يتعن هذه كلها مشاركات دورات الخليج والتطلع حق المستقبل حق كاس العالم الواحد يبي يشارك فيها قطر احنا ليش من استضافه كاس العالم طموح مشروع وصار ولله الحمد وبراح